أجمل التحايل ترحابي بمتتبعي الموجز الرياضي يوميا على دزمه. المرحلة التاسعة وما قبل الأخيرة من طواف المغرب قادت المتسابقين نحو الجديدة قادمين من مراكش. الإسباني خابير كانتيرو غوميز فاز بالمرحلة، وطبعا الريادة دائما من نصيب الفرنسي ماثيو بيرجي. مهدي صواب بن هشام بهلوان والمتابعة. من مراكش انطلق الدراجون صوب الجديدة مرورا ببوشان وثلاث سيدي بنور في مرحلة بلغت مسافتها 178 كيلومترا، مرحلة أظهرت منذ البداية نوايا العديد من الدراجين في الانسلال، وهو ما تجسد في النقطة الكيلومترية 20 حين أفلح 4 دراجين في تشكيل كوكبة المقدمة والابتعاد عن المطاردة بدقيقة و15 ثانية. كوكبة ضمت الدراج المغربي عادل رضا، البولندي كوالشيك ياروسلاف، السلوفاكي برونيس رومان، ثم البريطاني لويس جروفود. لكن وقبل 10 كيلومترات من خط الوصول نجح دراجو المطاردة في اللحاق بالمقدمة، ما جعل الصراع في الأمتار الأخيرة يحتدم بين مجموعة من الدراجين، صراع حسمه بفضل السرعة النهائية الإسباني كانتيرو غوميز خافيير. المرحلة لم تكن سهلة، وضعت خطة تكتيكية للبقاء قريبا من كوكبة المقدمة، والطقس ساعدني على تحقيق الفوز رغم تواجد العديد من الدراجين المتمرسين. ماتيو بيرجي بحفاظه على القميصين الأصفر والمنقط تلقى التهاني من نجم الدراجة المغربية في الستينات محمد القرش. دار تور دو فرونس جوج خطرات، دار تور ديتالي 4 خطرات، يعني ماشي واحد شاد الميوجون هكاك، ميوجون قد عليه وكيسحقو بكل صراحة. القميص الأخضر ظل بين أحضان سعيد بلواش والقميص